لنقاش ملف انتشار المخدرات في العراق ينضم إلينا من بغداد دكتور رحيم الزبيدي الباحث الاجتماعي والمختص في علم النفس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا. دكتور، كيف تصف تصريحات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حول أن مصدر المخدرات من الأرجنتين، فيما تؤكد جهات أمنية وحكومية اعتقال مئات الإيرانيين بتهمة تهريب المخدرات على الحدود؟ نعم أحسنتم. حقيقة بالحالتين هي حالة سلبية على الدولة وعلى السيد رئيس الوزراء إذا كان تدخل عن طريق إيران أو تدخل عن طريق الأرجنتين، ورجل مسؤول بلد ورئيس وزراء يتكلم بهذه الطريقة أنه تدخل على للعراق من هذه الجهة أو من تلك الجهة، فهذه سلبية على الحكومة. حقيقة يفترض أن هو كرئيس وزراء أنه لا يصرح بهذه الطريقة. إذا أين دورك أنت كرئيس وزراء وبيدك الجيش والدولة والداخلية وكل الأجهزة الأمنية؟ ألا تستطيع أن تحد من هذه الظاهرة الموجودة وتتحدث عنها بكل هذه الطريقة؟ يجب أن لا يتحدث بهذه الطريقة ويقول أنا المسؤول الأول في الدولة، أنا رئيس الوزراء، يجب أن لا تدخل للعراق من أي جهة أخرى سواء كانت من جهة إيران أو من جهة سوريا أو من جهة الأرجنتين. لابد ايضا دكتور لابد من تحديد مصدر هذه المخدرات. في هذا السياق كان قائد عمليات البصره اكد ان 80% من المخدرات في المحافظه مصدرها ايران. لماذا برايكم اغفل عادل عبد المهدي ذكر ايران وهي تتقاسم الحدود مع العراق وقال ان مصدرها الارجنتين؟ انا حقيقه يعني اشك ان المعلومات اللي وصلت للسيد رئيس الوزراء قد تكون غير دقيقة، لأن الرجل من وصله لهذه المعلومة قد تكون هذه المعلومة غير دقيقة. وكل العراقيين يعرفون أن كل الحدود مفتوحة وخصوصا من جهة إيران، وقبل 3 أيام أو 4 أيام نشتوا على يعني أحد الإيرانيين يدخل حتى في ملابسه الداخلية المخدرات، وظهرت على التلفاز وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. فهو ليس بالمسألة المخفية عن الشعب العراقي. أما هذا التصريح قد يكون، أنا أقول قد يكون أن السيد رئيس الوزراء وصلت المعلومة بالخطأ، أو قد يقول لم توصل هذه المعلومة بشكل دقيق، وإنما المعروف لدى الجميع أنه كل المخدرات اللي تدخل إلى العراق هي من جهة إيران، سواء كانت من داخل إيران أو من خارج إيران، أو قد يكون ممر هذا الممر عن طريق إيران. ولكن على مدى 15 سنة أول تصريح أسمع من سيد رئيس الوزراء أنه عن طريق الأرجنتين، وهذا يعني كلام هو اللي، ولذلك نستغرب كل المواقع التواصل وكل العراقيين استغربوا لهذا التصريح. كيف على مدى 15 سنة نعرف أنه هي إيران عن طريق إيران، أو هي إيران اللي يعني تدخل هذه المادة عن طريقها؟ هو إيران الآن أصبح منفذ آخر، وهو عن طريق الأرجنتين وعن طريق لبنان وإلى آخره وعن طريق سوريا. هذا حقيقة يعني سابقة قد تكون، ولكن أنا مو هذا المهم. العفو، مو هذا المهم. المهم أنه أكو مخدرات داخل العراق، وبدأوا يعني المخطط الكبير أنه كيفية أنه تجويع أو السيطرة على الشعب العراقي من هذه، يعني قد يكون خطة استراتيجية قوية أنه نبدأ ننخر الشعب العراقي من شبابه اللي نعتبرون الحاضر والمستقبل لأي بلد. نعم. مرحلة الشباب الحاضر والمستقبل لأي بلد، عندما يكون الشباب بهذه الطريقة ويعطى مخدرات والجسم منهك والصحة منهكة، فبالتالي لا يستطيع هذا الشباب عن الدفاع عن بلده أو بناء هذا البلد، وبالتالي هذه كلها سلبية تقع على عاتق الدولة وعلى عاتق الجهات الأمنية المسؤولة. دكتور، يرى مراقبون يا سيادة رئيس الوزراء على هذا التصريح يجب أن لا تصرح بهذه الطريقة وتقول أنا رئيس وزراء مسؤول الجهات الأمنية كلها بالعراق، أنا سأمسك الحدود من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق، وأمنع هذه أن تدخل هذه المواد السامة إلى داخل العراق.
يرى مراقبون أن تصريحات عبد المهدي حول المخدرات القادمة إلى العراق من الأرجنتين عبر بلدة عرسال اللبنانية تعكس تورط ميليشيا حزب الله اللبناني في عمليات التهريب، ما مدى صحة ذلك؟ حقيقة أنا يعني لو سألتني هذا السؤال يعني ممكن أتكلم لك عن تأثيره النفسي العلاجي الصحي السلوكي الاجتماعي على متعاطي المخدرات، على مستقبله، على صحته. أما من هذا الجانب حقيقة ما عندي يعني ذاك الاطلاع وذيك المعلومة إنه دخل عن طريق حزب الله. نتحدث عن هذا الجانب السلوكي والنفسي دكتور، باعتبار أن تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أفاد بأن ثلث الشباب ومنتسبي القوات الأمنية يتعاطون المخدرات، كيف بإمكانك تفسير هذا؟ نعم، هذا حقيقة هو نوعا ما لأنه نحن على اتصال بقوات المسلحة والأمنية، نوعا ما موجود أفراد بالقوات الأمنية والقوات المسلحة، لكن بين الشباب نعم موجود، لكن بين الشباب نعم موجود في أماكن في لا يكون بهذا الرقم الكبير لكن موجود. أما بالنسبة لقوات الأمنية بشكل عام لم يكن موجود إلا القليل جدا، إلا أفراد معدودين قد يكون بين هذا وذاك، ولكن هذه يعني إعلاما وسع المسألة أن قوات الأمنية وقوات أخرى أنه يتعاطى، هذا حقيقة عار عن الصحة، قد يكون يعني أشخاص أفراد قد يكون. التقرير نسب لمنظمة الأمم المتحدة، ربما ننتقل لسبل العلاج وكذلك الحد من هذه الظاهرة تحديدا لدى فئة الشباب والأطفال التي تأثرت بظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي. نعم، العلاج موجود. أول مرة أنه أمنع أن تدخل هذه المادة السامة إلى الشعب العراقي، هذه المادة المخدرة أمنعها تماما وأسيطر على الحدود وأمنع تداولها وأحاسب من يتاجر بها وأحاسب من يتعاطاها، بعد ذلك أدخل المتعاطي إلى الجهات العلاجية الجهات المختصة للتخلص من هذه السموم الموجودة في جسم هذا الشخص، وهذه حقيقة ظاهرة حديثة من 2003 دخلت ولحد الآن. قبلها لم يكن هناك موجود، يعني كان أمن قوي وحدود محمية من كل الجهات العراقية. أما الآن فأصبح السوق مفتوح لأصحاب النفوس الضعيفة اللي هم على حساب أبناء شعبهم، على حساب الشباب، على حساب مستقبل العراق، يبيعون هذه المواد السامة ويسمون بها أبناء بلدهم ربح، وهذه ظاهرة حقيقة يجب أن تقف الدولة بشكل حازم وبشكل قوي تجاه هذه الظاهرة. أما أن نبقى أنه هذا دخل من هذه الجهة وذاك دخل من هذه الجهة وفلان يقول كذا، هذا كلام لم يجدوا نفعا ولم يضع الحد لهذه الظاهرة. يجب أن تكون يد واحدة، قوات أمنية، قوات صحية، علاجية إلى آخره، وأمنع هذه الظاهرة الموجودة بالعراق. الآن نحن في خطر، شبابنا في خطر، مستقبلنا في خطر، بلدنا في خطر، يجب أن نقف يقفة واحدة، لا فقط أنه نسلط الضوء على فلان قال وفلان قال، هذا كلام غير صحيح. نعم موجود، أنا أقول لك موجود في بغداد في كل المحافظات، موجودة المادة المخدرة وموجودة المخدرات موجودة، والآن الشباب يتعاطوها صغارا وكبارا، يجب أن تكون هناك وقفة. أما أنه قال فلان وقال فلان هذا لم يجدوا نفعا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور رحيم الزبيدي الباحث الاجتماعي والمختص في علم النفس، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.